ارتفاع آخر على درجات الحرارة وطقس حار في العقبة والبحر الميت وطقس معتدل ليلاً، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء لطيفة في عامة مناطق المملكة وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا منذ ساعات الظهيرة لهذا اليوم، كما نشاهد هنا في درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع منذ ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم لتبدأ بالارتفاع تدريجيا مع يوم الغد بمشيئة الله. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية ودرجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 11 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة والأجواء المتوقعة في العاصمة عمان، يوم الأربعاء والخميس تتراوح درجة الحرارة نهارا ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية، ويوم الجمعة تبدأ بالارتفاع تدريجيا أيضا لتصل إلى 32 درجة مئوية. أما في ساعات الليل فتكون درجات الحرارة ما بين 18 إلى 22، والأجواء تكون صافية يومي الأربعاء والخميس، لتكون هنالك بعض الغيوم المتفرقة يوم الجمعة بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأها شمالا من إربد 31 نهارا إلى 19 ليلا، في المفرق 30 إلى 19 ليلا، في جرش من 31 إلى 19 أيضا، وفي عجلون من 28 نهارا و17 ليلا، والأجواء صافية في معظم المناطق. أما في العاصمة عمان كذلك الأمر من 28 إلى 18، في الزرقاء من 31 إلى 20 درجة مئوية، في البلقاء من 28 إلى 18، في مادبة من 29 إلى 17 درجة مئوية. أما في البحر الميت فالأجواء حارة نسبية لتكون 38 درجة مئوية نهارا و25 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في الكرك من 28 إلى 18، في الطفيلة من 27 إلى 17، في معان من 29 إلى 18، وفي الشراء من 25 إلى 15 درجة مئوية. وكذلك الأمر في العقبة، درجات الحرارة مرتفعة 38 درجة مئوية نهارا و27 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في الرويشد والصفاوي والأزرق تتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية و19 و21 درجة مئوية في ساعات الليل، والأجواء تكون صافية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.